السلام عليكم. نلتقي بزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. من يا منطقة يا إخوان؟ إحنا بلد روز، محافظة ديالى، بلد روز، أهالي من دلي. نعم. الطريق تسلكونه منين؟ اعتيادي من بلد روز باتجاه ناحية كنعان. قرية سكوك، قرية هذا. نعم، قرى سكوك، وباتجاه بعد المنطقة النهروان. نهروان. إبلي. بغداد الدورة. ثم بغداد الدورة. موفقين إن شاء الله، إن شاء الله توصلون سالمين غانمين. بس عندي سؤال محدد، شلون لقيتوا الخدمة بالمواكب؟ والله أصحاب المواكب طبعا ما قصروا. نعم. أدوا واجباتهم. بلي. ووفرونا كل شيء من ناحية الأكل والمسكن. نعم. بالنسبة للقوات الأمنية، والله من جماعة قواتنا ما قصروا طبعا. نعم. وفرونا الأمن والأمان. من تشرين القوات على طول الطريق. على طول الطريق. طريق مؤمن إن شاء الله. مؤمن إن شاء الله. زين، شنو اللي يدعوكم لزيارة الحسين وأنتم تسلكون هذا الطريق الطويل وماشين على الأقدام من محافظة ديالى إن شاء الله إلى كربلاء المقدسة؟ إن شاء الله. إحنا الحسين قدوة لنا، نقتدي به. نعم، أكيد طبعا. نتبع نهجه. نعم. وضحى بنفسه، وضحى بأهله، ضحى بأقربائه، عز ما يملك. صحيح. في خدمة الشعب هذا، خدمة العراق، خدمة الأمة الإسلامية. نعم. وإحنا إن شاء الله نتبع مسيرته. نعم. نتبع على نهجه إن شاء الله. نجدد العهد والولاء. إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورنا، كلمة للي يريدون يمنعون الزيارة، هاي زيارة الحسين في كل العصور. في كل العصور حكام ذاك الوقت كانوا يريدون يمنعون زيارة الحسين، لكن على مدى هذه المئات من السنين والقرون نشوف الزيارة تتجدد. نعم، تتجدد إن شاء الله أكثر، ما حد يمنعنا. نعم. لا مهما يكون، لا الدواعش، لا قاعدة، ما حد قدروا يمنعونا. صحيح. من أداء زيارة الحسينية. صحيح. بارك الله بيك. مأجورين، زيارة مقبولة مقدما. الله يحفظكم، توصلون بالسلامة إن شاء الله. الله يحفظكم. تابعونا إن شاء الله على قناة ماجد الطليحي. الله يحفظكم، نتشرف بكم. عيوني، الله يحفظكم. عيني حبيبي، الله يحفظك.